يا جمالات، ايه الاخبار عندك؟ سمعت طراطيش كلام كده ان الاستاذ عبد الغفار به جارنا. ايوه، الموضوع ده انا عارفه. الست الكبيره جات للست ليلى وحكمت رايها تاخدها معاها، لكن الست ليلى زرجنت ومرضتش ابدا تسيب الشقه. اهو ده بقى الموضوع اللي انا عايزك تفيديني فيه وتديني اخباره اول باول. لا متخافيش، انا هشوفك كويس قوي بس لما تجيلي. ها وسي مصطفى عامل ايه عندك في البيت؟ مبسوط ولا متضايق؟ يا ملاك بتكلمي مين؟ مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده سليم. انا كنت معديه كده، تليفون رن، رفعت السماعه، طلع سليم. سليم هو بيتكلم في سعادي عايز ايه؟ ده بيطلب هدوم سي مصطفى وكتبه. تحب تكلميه؟ وانا اكلمه بتاع ايه؟ قولي له خلاص بكره الصبح هنبعت له كل الحاجات اللي هو عايزها. حاضر. ايه ست بتقول لك بكره الصبح هتبعت لك كل الحاجات اللي انت عايزها؟ اسالي مصطفى صح اقدر اكلمه؟ قولي لها يكون في علمها الواد كرهها وبقى عنده عقده منها ومش عايز يكلمها، ويكون في علمها انا نقلته من مدرسه سي عبد الغفار بتاعها عشان ما تروحلوش هناك وتقابله، فاهمه؟ ايه يا عبد الغفار مالك؟ مش هني اختك قالت لك ان الست ليلى دي مفيش احسن منها، ويا ريت تلحق وتاخدها قبل ما تضيع منك وتقول يا ريت اللي جرى مكاني. والله كلامها معقول، مين عارف، يمكن. عيبها الوحيد ان الولد ابنها ده ممكن ينطلي كل شوية، وده خطر على البنات وبالذات سامية. يوه يا ست ليلى، ما تقومي تنامي لك شوية، ده انت طول النهار تعبانة ومهدود حالك.
مش جاي لي نوم يا جمالات. اول مره مصطفى يبعد عني، مش هيجي لي نوم طول ما هو بعيد. ليه بس؟ ما هو قاعد في بيت ابوه مستريح ومبسوط 24 قراط. هو يعني كان قالك انه مستريح 24 قراط؟ ده قاعد مع مرات ابوه، مين عارف بقى هتعمل فيه ايه. سي مصطفى بقى راجل ويعرف ياخد حقه كويس. قومي انت بس استريحي شوي. بقولك ماليش مزاج، مش جاي لي نوم، سيبيني بقى. طب اقولك اعملك فنجان قهوه واقرالك الفنجان. اعملي بس بطلي ندغ البان. حق. انا هدخل انام يا بابا. طيب يا حبيبي، بس ما تبقاش تربك نفسك في المذاكره قوي كده. حاضر يا بابا. تصبح على خير يا طنط. وانت من اهله يا حبيبي. ربنا معاك يا ابني. اسمع اما اقول لك، ابنك مصطفى ده تشوف له مدرسه داخلي، لاني لا حاضر عليه ولا على خدمته. الله، وطي صوتكم. مالك اتجننتي؟ وبعدين ما انا نفسي الاقي مدرسه زي كده، انما المساله ما هي سهله. يعني ايه بقى؟ انا مش فاهم انت اتسرعت واخدته ليه. انا اخدته عشان الشقه بصراحه كده. انا ناوي اخد الشقه منها. ريح بالك، عمرك ما هتاخد الشقه منها. لا طبعا هقدر اخدها، ما دام الولد دلوقتي قاعد معايا يبقى الشقه مش من حقها، خصوصا اذا كانت هتتجوز. هي الشقه اللي هناك دي باسمك؟ ايوه باسمي، وساعه ما تروح تقعد مع امها انا هدخل الشقه واقتحمها غصب عنها واحط ايدي عليها. هايل. سالت محامي في الحكايه دي؟ طبعا، وقال لي اروح اعمل محضر في الاسم واقول ان الولد دلوقتي قاعد معايا. حقا لو خدنا الشقه دي يا سلام، فعلا هتبقى لقطه. واي لقطه؟ هو في حد دلوقتي بيسيب شقه يا اختي؟ ايه ده؟ ايه النور ده؟ ايه في ايه يا جمالات؟ راجل طويل وعريض واقف كده هو متصدر لك، وايه عمال يبص لك، هو مش من دمك لكن بيعزك قوي. حتى شوفي مانيش شايفة حاجة، كمل. ومين الراجل ده بقى؟ شوف يا ستي، هو كلمته مسموعة وصوته عالي ولابس بدلة، حتى شوفي. والله أنا فاهمة حاجة. هيئته مرفوعة وكلمته مسموعة زي ما قلتلك. ها بصي. أبص على إيه بس؟ الراجل ده كل ما يخش حتة يقوم له قيام وبيضربوا لي يا اختي تعظيم سلام. حتى شوفي. تعظيم سلام ايه؟ ده يبقى ظابط بقى ولا ايه؟ لا يا ست ليلى، ده راجل في كم مقدارة وحاطط عينه عليكي. حتى شوفي. برضو انتي مش هتبطلي ندغ البان؟ طب قومي بقى، مانيش عايزه فنجيه كفايه. ان احنا ضايقناك معانا اليومين اللي فاتوا. لا ابدا، مفيش بداية ولا حاجة. انت عرفتي ان ابو الولد طلب صاحب اوراقه من عندي من المدرسة؟ ايوه
كان بيتكلم في التليفون من شوية وعايزنا نبعت له هدومه وكتب. ما تتضايقيش ان الولد خده ابوه لان ده لمصلحته. لمصلحته ازاي بقى يا استاذ عبد الغفار؟ ده هيقعد مع مرات ابوه، محدش عارف نوعها ايه مرات ابوه دي. يا ليلى هانم، الولد ما هو الصغير، اطمني، ده هو اللي ممكن يطفشها. ده غير كده كمان لما ماما عرفت انه قاعد هناك عايزاني اروح اقعد معاهم في البيت، وانا لو رحت هناك تبقى كارثه. انا متهيئ لا كارثه ولا حاجه، في وسط اهلك احسن. ازاي بقى؟ دول فاكرين ان انا لسه عيله صغيره، مش قادرين يحسوا ان انا كبرت خلاص. الله يكون في عونك. وكمان انا ما اقدرش اسيب الشقه هنا، لاني لو سبتها ممكن قوي تضيع مني. طيب يعني هي وايه المانع ان هما يقعدوا معاكي هنا؟ يا ريت، بس بابا ما بيحبش يسيب الحته هناك واصحابه والقهوه بتاعته. والله يا ليلى هانم، كل واحد فينا اللي مكفيه. انا كمان قاعد قلقان وراسي عماله تود وتجيب. مفيش حد مستريح في الزمان ده ابدا. انا عارفه انك بدات تقلق على البنات بعد حكايه مصطفى ابني. ما خبيش عليكي، فجأة لقيتهم عرايس وعندهم مشاكل حساسة بتاعت سنهم، وأنا ما كنتش واخد بالي. بس برضو بناتك عاقلين. عاقلين فين بقى؟ والبنت نازلة في كتابة خطابات غرامية وأنا ولا أنا هنا. أنت راجل مربي فاضل وعارف السن ده عايز إيه بالظبط. بيني وبينك يا ليلى هانم، أنا فجعت وصدمت. عايز اكلمهم واتفاهم معاهم عشان انصحهم، لكن مش عارف اقول لهم ايه. كلام حساس وصعب عليا قوي ان اقوله لهم. لو امهم عايشه كانت هي اللي تقول لهم وتكلمهم في المواضيع دي كويس واحسن مني. انا تحت امرك يا استاذ عبد الغفار، ده اذا حبيت يعني. يا ست الله يخليكي، بس ملوش لزوم ان احنا نتعبك معانا، كفايه عليك اللي انت فيه. على العموم زي ما انت عايز. تصبح على خير يا استاذ عبد الغفار. وانت من اهله.
ايه ده؟ عمل معمول لك عمل. عمل ايه؟ بلاش كلام فارغ، انا ما بصدقش في الحاجات دي. لازم تصدقي، ده عمل معمول لك عشان تسيب البيت، واول ما تخشيه عفاريت الدنيا تركبك وما تبقيش طايقه. شوفي بقى، انا مش بصدق في حاجه زي دي انا، لكن ما دام لقيتي دي يبقى في حد نيته مش كويسه وقصد يضرنا. خدي تعسبي بس. شفتي؟ عشان كده العمل ده لازم البيت كله يترشم مشتكة وفكوك. اعملي اللي تعمليه. ولا اقولك انا هخش احرقه على البوتاجاز. وبطلي ندغ البين. حاضر. هتفرس وهتنقط وهموت. عقل بيقول لي قومي يا بنت شدت الاغراف لاخوالها وعمامها يجوا هنا يا اخويا عشان يربوها ويشكموها، ما دام احنا بقى عجزنا في نظرها ومش عارفين نتن عليها كلمه. بنتك ليلى دي طول عمرها مدوخانه وسايقه معانا العوج، واحده غيرها كان حقها تختشي وتحط في عينيها حصوه ملح وتقول ابويا وامي كبرهم وعجزهم وعايزين اللي يخدمهم. يا اخويا بس هي تيجي وانا اخدمها بعناية الاثنين. انا عارفه ايه الفركشه اللي عملتها في حياتها دي، جوزها وسابته بعد عشره العمر الطويل ده. عايزه ايه؟ عايزه تسيبنا احنا كمان؟ ده حتى حته الواد اللي طلعت به من الدنيا ما عرفتش تربيه، طلع خايب ونايب زي اللي ربوه واللي جابوه. هو ده جيل يعرف يربي زي احنا ما ربيني؟ حاسب حاسب، القهوه بتتلق في ايدك، اوعى يا شيخ بلانيله كده. زعلان مننا يا بابا؟ انا مش زعلان منكم، انا زعلان عليكم. زعلان علينا ليه بس؟ ما احنا كويسين اهو الحمد لله. انا عارفه ان بابا زعلان مني. انا على رأي اللي بيقولوا البنات هما صغيرين بيبقوا حلوين وحنينين بيتحبوا اكتر من الصبيان، لكن لما بيكبروا بيبقى لهم شكل تاني. شكل تاني يعني ايه يا بابا؟ يعني دلوقتي بيته أمانة خطيرة جدا في رقبتي ولازم أحافظ عليها قد عينيا. يا بابا إذا كان حضرتك بتقصد على الجوابات اللي كتبتها لمصطفى، أنا والله العظيم أياميها كنت صغيرة ما كنتش أعرف حاجة خالص. ما هو الحق عليا أنا، الحق عليا ما خليتكيش تفهمي. كان لازم أبتدي أوعيك وأنبهك وأفهمك الصح فين والغلط فين. مش هسيبك كده على عماكي وأنت في السن الخطرة دي. افرضي بقى إنك أنت كنت تماديتي مع الولد ده بحسن نية وغلطتي، كان هيبقى شكلنا ايه دلوقتي؟ يا بابا انا اول ما عرفت الموضوع ده فهمتها وحذرتها. كنت كمان تعالي هنا، مين فهمك؟ وانا فهمتكيش حاجة. يا بابا هو انا صغيرة؟ ده انا في البكالوريوس. معقول؟ معقول اسيب بناتي كده عشان يتلقوا تجارب الحياة لوحدهم؟ وانا كان لازم افهمك انت كمان، كان لازم. الصورة دي مين اللي رسمها لك؟ ده واحد زميلي في الكلية. ده معناه ايه؟ معناه طبعا انك انت تعرفي واحد زميلك في الكلية وصاحبت عليه وقال لك انا عايز ارسمك وقعدت قدامه وساعدته طوال العراض وخليتيه يرسمك براحته. ايه بابا وفيها ايه بس؟ ما احنا في الكلية ما ورناش شغلانة غير الرسم. فيها ايه؟ غلط. ما كانش لازم ابدا اطوعك وادخلك كلوت فلوس الزفت دي. يا بابا حضرتك بعد السنين دي كلها جاي تقول لي الكلام ده؟ كنت ساذج، كنت متصور ان اولادها هيطلعوا ملائكه دول على الخلق، اتاريهم بشر زي بقيه الناس. ايه ده؟ ما شاء الله ما شاء الله، كل دول رسموكي؟ يا بابا ما انا كمان رسمتهم. ما شاء الله كمان. يعني انت تقعدوا قدامهم شويه هم يقعدوا قدامك شويه والمساله بقت صنفصوه كده على الاخر، وانا ولا هنا. دي لا، المكتب ما يساعش، انا مش هعوق عليك. صباح الخير. صباح النور. انا متولى ابو شلوف. اهلا. متولي ابو شلوف. طيب. حلوه طيب دي. انا متولى ابو شلوف،
عم الست ليلى عبد الحميد اللي جوه المديره بتاعتكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا يا فندم اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ثواني يا فندم ثواني يا فندم. عم سيادتك موجود يا فندم. عمي خليه يتفضل. لا على طول دلوقتي. اهلا 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 يا عمي. اهلا اهلا. ازيك يا بنت اخويا؟ الحمد لله على السلام. ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ حضرتك وصلت امتى؟ انا لسه توي واصل من البلد وفوت على شقتك على بيتك لقيته مسنكر بالضبه والمفتاح. قلت لا ما ضيعش وقت وجيت لك على المكتب عيدل. تشرف وتأنس. اتفضل يا عم. الله يشرف بقدارك يا اميره يا عقله يا بنت الناس الكمل. اتفضل ادخل. تشرب ايه يا عم؟ انا مش جاي ضايف، انا جاي اخش في الموضوع عدل. خير موضوع ايه؟ اتفضل. ابوكي شدني تليفون في البلد وجابني على ملاوشي. معلش يا عم، بابا دايما يعمل فيكوا العمله دي. لا ده الراجل زعلان زعلان يامه وشايل في نفسه من ناحيتك يامه. مني انا؟ طب حضرتك تشرب ايه علشان الساعه يمشي ونتكلم براحتنا. انا حالف 300 يمين ما ادوق حاجه عندك الا لما نتفاهم ونصافي. طب روح انت، الحاج مش عايز يتعبك. ايه يا عم، ايه اللي انا عملته عشان تزعل قوي كده ولا بابا يتضايق مني؟ اوعدك وحدانيه. كيف يكون وازاي يحصل؟ ازاي ده انت من عيله كبيره، عيله متبينه في البلد، فيها رجاله يسدوا عن السد. آه عشان كده بقى بابا بعت وجابك. ايوه وفت عليها قبل ما اجيلك وحلفني 60 يمين اني ما فرق مصر الا اذا اخترت لك حل من اتنين. واحد يا اما تسيبي بيتك وتروحي تقعدي حداه، يا اما نلمك على راجل ابن الحلال والجواز للحريم سطره وما فيش احسن منه. بس انتوا مكبرين المساله اكتر من اللازم. احنا مش مكبرين حاجه، انت اللي سايقه العوج علينا ومتفرعانه علينا. ليه؟ ده عيب واكبر غلط. على مهلك بس عليا يا عمي. اتفضل استريح، انا لا متفرعانه ولا حاجه. اتفضل. انتوا مش علمتوني؟ ادوني فرصه بقى اخد نصيبي من الحياه. الست فرصتها في الحياه في بيت جوزها وبس. مش انا جربت حظي في الجواز وشفت نصيبي وخلاص؟ وغلطتنا احنا ولا غلطتك انت؟ مش العريس ده انت اللي جبتيه ويستحيل اتجوز الا ده؟ اديك اتجوزتيه نسب وما طولش وكانت النتيجه انه طلقك وانت لسه صغار. سيب الكبار بقى هم اللي يختاروا لك الراجل المناسب ويجوزوك بمعرفتهم عشان ما تفضليش كده زي الدار الواقف. يا عمي يا عمي حضرتك عمال تهاجم فيا، المفروض تسمعني الاول وبعدين تقول لي رايك. رأي ايه؟ وانت خليتي لنا رأي؟ انت خليتي لنا كلمة؟ ده انت رميتي كلام الرجالة في الأرض، انت ضحكت علينا اللي يسوى واللي ما يسواش. برضو حضرتك مش فاهمني وعمال نازل فيا سلخ. أني ما بفهمش، أني ما بفهمش حاجة، ما بفهمش إلا إن كلام الرجالة هو اللي يمشي على الحريم، يمشي عليك يا مفعوص أنت. طيب ممكن نأجل الكلام ده لغاية ما نروح البيت وبعدين نتكلم؟ بيت مين اللي نروحه؟ بيتي انا طبعا. ده ما يحصلش ولا يكون. انا يستحيل اعدي عتبه بيتك ولا اخشه، يستحيل اخش بيت ناس قلبي مش راضي عنهم ولا عن تصرفات اهله. بسيطه، نروح بيت بابا ونتفاهم هناك على رواقه. لا ده ما يحصلش ولا يكون ابدا. قبل ما نمشي من هنا نرسلنا على بر. حاضر، انا بقى هقول لحضرتك. اتفضل استريح. انا مش هسيب بيتي واروح اعيش عند بابا، وكمان انا ما بفكرش في الجواز. يبقى احنا كده اختلفني. انا بقولها لك كلمه وحطيها حلقه في ودنك، ما تخلينيش عندك معامله مش هي. ولعلمك انا محدش يتني عليا كلمه، وخصوصا اذا كان الحد ده حرمه زيك وخارجه عن طعنه زيك كده. عمي ما تعليش صوتك، احنا هنا في مكان عمل ولازم نراعي الاصول. اصول ايه؟ انت هتعلميني الاصول يا مفعوصه انت؟ لا دي مش طريقه تفاهم دي. خوفتيني. بواقي فيا يا بنت بواقي، علي صوتك عشان اخاف واكيش.
اخس، هو ده جزات تعليمنا فيك يا ليلى؟ انا اسفه يا عمي، بس انا اللي فيا مكفيني. اسمعي الكلام، انا هاخدك معايا الليله وحنروح البلد، هجوزك سيد ابن اخويا العمده، ده حكم العيله. انا اتجوز سيد؟ ايوه، ماله سيد، عمده وفي زمامه 80 فدان، وفوق كده متعلم، ده معاهد اعداديه وعضو مجلس محافظه. انا ما قلتش عليه حاجه سيد، كويس قوي، بس لا انا انفعله ولا هو ينفعلي. محلوله، البسهولك بدله ونعمله فندي عشان ينفع ويعجبك. لا بقى مش معقول ابدا كده، اذا كانت قرابتكم بالشكل ده يبقى انا اسفه قوي كده. بتتبري مننا يا ليلى وبتقوليها في وشي كده عدل كده؟ معلش، ده جسدنا احنا اللي علمناك يا ليلى، خليناكي تتفرعاني علينا. معلش معلش يا ليلى، معلش. ليلى، ان ما ربيتك يا ليلى ما بقاش انا بتولي ابو شادوف. عندي دي ده عمي بابا بعد جابه من البلد عشان يجوزوني بالعافيه. طب ومالك منفعله كده؟ اذا كان العريس مش عاجبك ارفضي. ارفضه ازاي؟ انت اصلك ما تعرفهمش. طب ما تسعريش نفسك بس عشان نعرف نتكلم ونتفاهم سوا. دول هيجوزوني ابن عمي العمده. يا سلام، ليه يعني؟ هو حد فيهم بيصرف عليكي ولا يديكي حاجه عشان يفرض عليكي رايه بالشكل ده؟ مش حكايه مصاريف يا امينه، ده عمي وابويا، وهما لما يصمموا على حاجه محدش يقدر يقف في وشه. الله، طب يجرى ايه يعني لو قلتي لا؟ لا، قال على راي عمي، حرمه تقول لا؟ دي تبقى مصيبه. طب اسمعي، سيبي بيتك وتعالي اقعدي معايا في البيت، واذا كانوا هيضايقوكي ويقولك هنا الشغل، خدي اجازه وما تجيش المكتب لغايه ما يمشي ويسيبوا البلد، ايه رايك؟ عندك حق، انا كمان ما عنديش حل تاني غير كده. صباح الخير. صباح النور. والله انت ابن حلال، كنت لسه حالا دلوقتي بفكر فيك. خير؟ بعد بقول ايه يا بركات؟ اي، بصفتك راجل لك درايه باصول علم النفس، عايزك تفتيني وتقول لي، احسن انا بيني وبينك ابتديت اعك والخبط مع البنتين. تلخبط ازاي لا سمح الله؟ وده كلام برضو؟ ده انت راجل استاذ كبير ومربي فاضل، كفايه تخرج على ايديك في المدرسه دي الالاف. الظاهر ان باب النجار مخلع، الواحد يربي الاجيال كلها ويجي لحد بناته ويعجز. خير، مالهم البنتين؟ فجاه كده يا بركات يا اخويا لقيت سلوكهم مش عاجبني، مش مخيني راضي عنهم. سلوكهم من ناحيه ايه يعني؟ من ناحيه المسائل العاطفيه والكلام ده. انت عارف طبعا دلوقتي انهم في السن الحساسه الخطره، لانهم في دور المراهقه، والمرحله دي حرجه جدا في حياه كل انسان. وانت رايك ايه في الموضوع ده يعني؟ هل افاتحهم بالموضوعات العاطفيه الدقيقه دي بصراحه، ولا ده بقى فيه احراج بالنسبه لهم وليا انا كمان شخصيا؟ بيتهيألي ان المواجهه والصراحه في المواقف اللي زي دي مفيش احسن منها ابدا. انا بيني وبينك يعني حاولت اتبسط معاهم في الحديث واكلمهم بالتي هي احسن، لقيت اعصابي متوتره جدا وبتنرفز عليهم وبشخط فيهم بدل يعني ما اكلمهم بهدوء. اصل المفروض ان الام هي اللي تقوم بالدور ده، لانها في الواقع في الحاله دي بتبقى اقدر من الاب. يا ريت يا سيدي، يا ريت امهم كانت موجوده. في الحالة دي بقى يبقى لازم الأب يلعب الدورين معا، دور الأم ودور الأب. صعب، صعب جدا يا بركات. والله إذا كنت مستصعب المسألة بقى، مفيش غير إنك تشوف لهم واحدة في العيلة تكون قريبة منهم يعني، عشان هي اللي تقدر تتكلم معاهم وتفهمهم.
بيني وبينك انا حاولت اشوف واحدة زي كده في العيلة بس ما لقيتش، وعشان كده انا بفكر ان اتجوز. تتجوز؟ يعني بفكر اشوف لهم ام تكون متعلمة كده وعاقلة عشان تراعيهم وتاخد بالها منهم. والله ده يبقى عين العقل، يعني ده حتى يبقى كويس عشانك انت كمان. وما تأخذنيش بقى، البنتين كلها سنتين ولا ثلاثة ويتخطفوا منك، بعد كده هتعمل ايه بقى وانت قاعد لوحدك؟ والله ما انا عارف، اصل المشكلة دلوقتي يا بركات في ايجاد الست دي، مين اللي هترضى بيا وانا في السن ده؟ لا كتير قوي من الناحية دي، ما تحملش هم، الدنيا مليانة ستات، ما عليك الا انك تنقي الست المناسبة، بس انت انوي. اي ما هو الخوف بقى ان اجيب لهم ست تنغص عليهم عيشتهم وتقرفهم. هنا بقى لازم يكون في حسن اختيار. اولا الست اللي هتجيبها دي لازم تكون سنها متقارب من سنك، ثانيا لازم تكون على قدر كافي من التعليم، ثالثا يستحسن انها تكون ما بتخلفش. والله بقى هو بيني وبينك الست دي موجوده، بس انا مش عارف انا متردد فيها ليه. ولو حد سأل عليا من العيلة قول لهم انها خرجت، ولا حتى قول لهم سافرت مأمورية. طب واذا سألوني المأمورية دي فين اقول لهم ايه؟ قول لهم ما اعرفش، قول لهم كمان ما تعرفيش انا هرجع امتى. حاضر، وانا هكتب لك دلوقتي نمرة التليفون عشان تبقي تجيلي فيها. حاضر، بس تبقي تكلميني كل يوم تطمنيني عليكي. طبعا انت هتكلميني وانا هكلمك. وخدي بالك الشقة زي عينيك تحافظي عليها. في عينيا يا استلاج. والتلاجة مليانة أكل، كل اللي يعجبك كله. يخليكي. وخدي كمان 10 جنيه علشانك. شكرا شكرا. يلا بقى يلا قبل ما حد يجي. حاضر. هتوحشينا والنبي يا استليلة، والبيت وحش من غيرك. خلي بالك من الشقة يا جمالات. حاضر. اوعي تفتحي لحد خالص، يعني اي حد يخبط تروحي بصه من العين السحريه تشوفي مين وتقولي له مفيش حد موجود في البيت. حاضر. بقولك ايه الانابيب بوتاجاز لازم تقفليها، حكمان عارفاك كل الانابيب تتقفل والسخان. حاضر. ليلى يا بنت اخويا. بنت اخويا يا ليلى، هعمل ايه دلوقتي؟ انا حملت الحج بتولي دلوقتي، هياخدوني من الدار للنار، اعمل ايه؟ وهنسيبهم كده اهو ايديهم تتنها على الجرس لحد ما يحرقوه. هيتحرق الجرس. المهم انهم يزهقوا. يا رب يا رب يزهقوا ويمشوا. يا رب. طب اقول لك حاجه، اداري جوه وانا اطلع اقول لهم ان انت مش هنا. يا بنت اخويا. طب اداري في ايه؟ طيب هداري اوضه النوم وانت ما تفتحيش، تسربيهم من على الباب. مفهوم؟ انا شايف نور فوق. صدق على عمالة ادق الجرس. ايه انت رشتي؟ عدم المؤاخذة، اصل كنت في المطبخ، وبعدين بقى ست مش هنا. هنا ولا مش هنا؟ البيت بيتني والدار ضربني. خشوا يا رجالة. الست منبهة عليا لما حد يجي ما دخلوش اي حد غريب. غريب؟ ومين فينا يا بنت اللي غريب؟ شايفة مين هنا غريب؟ اني وعمه، ودول تبعي، وفي 3000 زيهم في البلد. يا لهوي. هي الست خرجت امتى؟ من شوي. وهتغيب للساعة كام؟ معرفش. طب خرجت الساعة كام؟ معرفش. وهي دلوقتي الساعة كام؟ معرفش. مش عارفة حاجة. طيب اعملي لنا شاي يا بنت، ضيف الرجالة، شاي بس يكون شاي ايه؟ تقيل قوي وسكر زيادة قوي، عسل يعني لما الواحد يدوقه كده يبقى زي اللي بيشرب مربى شاي. اقعدوا يا رجاله. ايه بتخليني؟ يلا ما مشيتهمش ليه؟ ما زحلقتهمش ليه؟ امشيهم ازاي دول قاعدين وطلبوا شاي ورجليهم سرحت على البيت؟ يا دي المصيبه.
كارثة لو حد منهم فكر يخش الأوضة دي. يا بستي يفتحوا عليك أوضة النوم ويخشوا؟ ليه؟ هي سيابة؟ شششش، اسمعوني يا ولاد، ده عمي وأنا عارفاه، ده يعمل أي حاجة في الدنيا. بعدين بقى طيب استني بشوفهم بيعملوا إيه. استني ما ينفعش هنا، ما ينفعش. خش البلكونه، البلكونه.